عشان يضمن انه اللي قرره الكاف ينفذ، بان 10,000 تذكره تكون في حق الاهلي حتى لو كان العدد وصل فقط الى 1000. قال النهارده انه تسلم فقط 2500 تذكره وانه بيطلب تدخل من حضرتك للحصول على باقي التذاكر. ايه التفاصيل سياده السفير؟ لا يعني طبعا موضوع التذاكر ده بين الاهلي وبين الكاف، حضرتك عارف تماما بين الاستثمارات والحكومات لا تتدخل في الاتصالات مع الكاف، وحضرتك طبعا اكثر مني خبره في هذا الموضوع. احنا بنحاول نسهل ونيسر، وبالتالي تسهيلنا ويعني كان هو توفير التذاكر للجماهير القادمه من خلال المطار، لان في ناس جايه دفعت تذكره الطياره، وبالتالي من خلال اتصالاتنا قدرنا ان احنا نوفر تأشيرة مجانية في المطار لكل الجماهير القادمة، تمام وتوفير أيضا تذاكر مجانية موجودة في مكتب في المطار، وده تمام فعلا تم، وإن شاء الله بكرة يبقى في نفس، وبالتالي ده يعني أمر توصلنا ليه مع الجهات المغربية، وفعلا يعني تم بنجاح الحمد لله. فيما يتعلق بالتذاكر الأهلي، هو الأهلي من الأول كان في مشكلة طبعا أنت عارف فيما يتعلق بالتذاكر وعدد الجماهير، ايوه وبالتالي ده موضوع بين الاهلي وبين الكاف، لو هنتدخل بنتدخل فقط لتامين الجماهير، وانا اؤكد تمام الجماهير سيتم تامينها بشكل كامل، الجانب المغربي سيقوم بالتزاماته على خير وجه، ولا داعي للقلق فيما يتعلق بالتامين. اما موضوع التذاكر ده فهو بين الاهلي وبين الكاف، يعني نامل انه يتم حله من خلال الاتصالات بينهم وبين بعض. لكن السفارة لا دخل لها بهذا الشأن فيما يخص عدد التذاكر المتبقية للأهلي. لا يعني احنا بنحاول يا فندم من خلال تمام. يعني جهودنا واتصالاتنا بشكل غير رسمي، لانه مفهوم. الكاف انا ما عنديش صلاحيه اتكلم معاه مفهوم. زي ما حضرتك عارف، وبالتالي الكاف هو يتم التواصل معاه من قبل الاهلي، كان في اجتماعات مع الكاف بين الاهلي وبين الكاف هنا، سواء اجتماعات فنيه سواء اجتماعات تنظيميه، احنا بنحاول نساعد من خلال الاتصالات، ولكن موضوع التذاكر احنا بنحاول دايما نساعد فيما يتعلق بتوفير منفذ للتذاكر مؤمن، التذاكر في المطار تكون موجوده، ده اللي احنا بنحاول نعمله، والحمد لله موضوع المطار ده احنا حليناه ومتواجدين دايما في المطار وبنشرف عليه، اما التذاكر بشكل عام وحل مشكله التذاكر والجماهير بمعنى عدد الجماهير فين، ده طبعا بيبقى بين الاهلي. تمام. طيب فيما يخص التأمين، قلت انه التأكيد على ان الامر سيكون بيتم في احسن صورة بمجهودات من جانب تمام، سيادتك ومن ومن جانب قبل وصول السفارة بعثة المصرية. الأهلي، يعني من قبل هذا البيان مفهوم. بأيام، ومن اي قبل هذا البيان احنا يعني ده شغلنا واحنا قايمين بيه، وهناك تأمين سيبقى كامل في المباراة، وسيكون تنظيم يضمن هذا الموضوع إن شاء الله. تمام. طيب فيما يخص دخول الجمهور، الأهلي طلب مثلا بأن يكون في بوابة مخصصة للفريق وللجمهور بعيدة عن جمهور الوداد حتى لا يحدث أي مشاكل أمنية، فالتأمين بيتم بأي شكل من الأشكال سيادة السفير؟ يعني حضرتك بالنسبه لجمهور النادي الاهلي في مدرج مخصص ليه، سيتم تامين هذا المدرج تماما، المداخل هيبقى فيه اكثر من مدخلين، حوالي 3 مداخل للخروج والخروج، هيبقى تمام. طبعا مدخل النادي الاهلي طبعا ده النادي الاهلي طبعا بلا شك سيكون مؤمن، ايوه في الخروج طبعا سيكون هناك تامين من الانتظار حتى يتم خروج كل الجماهير، وبعد كده تخرج الجماهير بتاعتنا، لان الجماهير بتاعتنا جزء كبير منها هيطلع من الاستاد على المطار عشان يرجع مصر، مظبوط. وبالتالي التامين هيكون على طول الطريق مش بس جوه الاستاد، تمام. لكن بدخول الاستاد والخروج من الاستاد الى المطار ان شاء الله. ممتاز. فيما يخص الفريق نفسه المنتقل من الفندق الى ملعب المباراه، ايضا اكيد ليه مسار محدد وليه تامين واضح. والتأمين يعني حضرتك هو من ساعة لما يجي النادي الأهلي التأمين جامد، تمام. سواء في الانتقالات سواء في الأوتيل سواء في التمرين، لا تأمين يعني فعلا على مستوى عالي. ممتاز. طيب طبعا المباراة بكرة تنطلق بتوقيتنا هنا في القاهرة الساعة 9 بإذن الله، وصول الفريق متحدد له وقت معين للتحرك قبل ما يتجه إلى ملعب المباراة؟ لا هو دي بقى قاعدة كاف، يعني اعتقد انه هيكون موجود قبل المباراة مثلا بحوالي ساعتين، دي قاعدة كاف، يعني احنا انا مع الفريق عامة يعني احنا ساعتين ثلاثة، احنا السفارة كلها مع الفريق الاهلي ان شاء الله باذن الله بإذن الله. منذ ان يدخل الاستاد الى ان يغادر الاراضي المغربية ان شاء الله. تمام. برنامج الاهلي ما بعد المباراة ان شاء الله اللي يكون فيها توج وتسلم الكأس والميداليات الذهبية، ايه اللي هيحصل حتى العودة الى القاهرة؟ لا هو يعني الاهلي في الاغلب انه بعد ان شاء الله الماتش وان شاء الله باذن الله التتويج، اعتقد انه هو اهم حاجه انه سننتظر الى ان يعني الامن
يسمح لنا بالخروج من الاستاد، وسنتحرك اعتقد على المطار يعني مباشره. بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله يكون متوج. فيما يخص البيان اللي طبعا مفهوم إن السفارة خلال الأيام الماضية، وشفنا الرسائل المتتالية من دعم السفارة والتأمين الكامل لكل خطوة من خطوات الأهلي، قبل بيان النهاردة هل الأهلي تواصل مع سيادتك بخصوص التذاكر، وكان الرد إن ده أمر يخص الكاف ولا لا علاقة احنا مع بعض كل يوم يا فندم، هو مش تواصل، احنا من ساعه البعثه لما جت احنا مع بعض يعني صبح وظهر وبالليل على طول يعني. أيوه هي الفكره كلها انه الاهلي في تواصله مع الكاف يعني، وصلوا لنقطه ما فيش توافق قوي بينهم، ازاي التوزيع، طب مين يوزع، طب ايوه الاشراف، طب كذا. احنا حاولنا السفاره نتدخل، ولكن في الاخير احنا بنقوم بعملنا مش جهه بحدود رياضيه. صلاحياتنا واختصاصاتنا. اه بالظبط كده، جهه رياضيه، ويعني بنحاول نيسر الامور. ان شاء الله موفقين، وغدا نبارك باذن الله سياده السفير. بشكرك جدا على وجودك معانا يا فندم.